نزلي المسدس. أنا بعرفك شو رح تساوي طاهر. لو تخلى عن حمايتنا أنت مستحيل تنساه. بعد ما نروح من هون رح ترجع مرة تانية وتدور عليه. ما رح تترك طاهر. في طريقة واحدة لحتى هو يعيش، إنه تموت أنت. نفس لا. طاهر. كرمالي عمي، لا تعمل هيك. معناته منقضي الليلة سوا نفس. انت اللي حبستي هالتافة بتهمة التعنيف؟ قريت أخوالك. اطمني، هو رح يتعاقب حسب القانون. إذا شفتك هون مرة تانية رح أحبسك، مفهوم؟ يلا طاهر. لو تركت طوصني كان أحسن لك. أنت سكر تمك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.